وأول سؤال عندنا أستاذ حسن من الدقهلية. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ كل سنة وحضرتك طيب. نعم وفضل الحمد لله وحضرتك طيب وبصحة وسلام. الحقيقة أنا عندي سؤال صعب شوية، بس قبل السؤال يعني أنا متابع حضرتك من أول الحلقة وتابعت المداخلات ومسألة الابتزاز وكذا، فأنا كنت عايز بس ألفت النظر لأنه الدين الإسلامي ما حاربش بس الجريمة، لا دوافع الجريمة ومسببات الجريمة. ربنا ما قالناش ما تزنوش، قال لا ولا تقربوا الزنا، وبالتالي حلوا المسألة ببساطة شديدة إنه ما حدش يبعت صوره أو يحط صوره بالذات البنات على النت نهائيا، وبكده ما حدش هيعرف يبتزها. دكتور سؤالي بس هو يا أستاذ حسن بس مداخلة مع حضرتك في هذا السياق فبقى. مسألة المنع ده لو كان بتشريع ولو كان احنا عندنا مسائل تتعلق بالحريات، في مسألة مهمة جدا حضرتك لازم تلاحظها، ان الاكونت عشان اسمعني طيب بس اسمعني يا استاذ حسن، الاكونت في بعض الاحيين عشان يتم توثيقه ويبقى الاكونت ده بتاعك ويبقى بشكل صحيح لازم يبقى عليه صورتك، فمسألة وجود صورة في بعض الاحيين مهمة جدا 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 للتواصل بين الناس. مظبوط، ولكن هنا يطمع الذي في قلبه مرض. خلينا نقول يا استاذ حسن زي ما احنا قلنا كده، ان الناس تخلي بالها جدا جدا عندما تضع صورها خصوصيات الناس وتعملها في ادق الحدود. اتفضل تمام. السؤال بتاع حضرتك يا استاذ حسن. السؤال بتاع حضرتي انه الانسان قبل ما بيموت اللي قريناه وعرفناه انه الانسان وهو على فراش الموت بيعرف مكانه وبيشوف عمله وبيعرف مكانه في الجنه او في النار، مظبوط؟ مظبوط الكلام ده يا دكتور؟ بيعلم من عدة أمارات، ليس فقط من لازم الأمارة إنه يشوف مقعده من الجنة أو يشوف مقعده من النار. تمام، من قبل ما يطلع من بيته أو من مكانه. مش يعني دي من الأمارة الوحيدة، مش لازم كلنا تحصل لنا كل الأمارات دي يا أستاذ حسن. تمام، طيب بعد ما بيروح القبر. أيوه. بيجي له ملكين يسألوه. طبعا. تمام. احنا مش هندخل في مسألة وصف الملكين وكذا، هما بيسألوه الملكين على شيء هو عارفه قبل ما يروح القبر اصلا، مظبوط؟ لا الكلام ده مش مظبوط شوية، لان هو الحقيقة ان هو لما بيموت هو بتخرج روحه بشكل، لكن يبقى هذا الشخص عنده تعلق برحمة ربنا. هو صحيح حياة نزعت منه روحه، اسمعني بس يا سيد حسن، نزعت عنه روحه بشدة زي ما بننزع الشوك من الصوف، لكن هو في نفس الوقت ما زال العبد طول مراحل انتقاله في البرزخ وحتى يوم القيامة هو متعلق برحمة ربنا، لأن كل لحظة هو بيحصل له أن هو متعلق برحمة ربنا. يا دكتور عمرو من فضلك سؤالي. تفضل اسأل. سؤالي أنا دلوقتي كل اللي احنا عرفناه وكل اللي احنا قريناه وكل اللي احنا من صغرنا وعينا عليه انه الانسان قبل ما بيموت بيعرف مكانه في الجنه او في النار، وبيشوف كل شريط عمله كده اللي عمله في الحياه الدنيا قبل ما تطلع روح. لا دي جزء الشريط ده مش موجود في في سكرات الموت. بيشوف لا طب تمام بيشوف المحصله يعني بالاحرى. فين السؤال بقى؟ فين السؤال يا سيد حسن؟ السؤال انه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، مش واحد منهم بياخد الروح؟ صحيح. يا اما يصعد بيها للجنة يا اما كذا للنار؟ صحيح. طيب يبقى اذا معلوم اهو. لا مش معلوم لسه، اسمع يعني بس يا سيدي، اسمع بس، اصل دي درجات. هو في القبر بيبقى عنده وكأنه حالة من حالات الخوف والرعب، لكن ممكن واحد يعذب في القبر وبعدين في الآخر خالص ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ويدخل الجنة. فلازم تعرف ان دي مراحل ودي درجات، مش معنى ان الشخص خلاص بدل شاف ده يبقى خلاص لازم يدخل ده. امال ايه وظيفة الشفاعة وايه وظيفة ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا شفعاء يوم القيامة؟ الحتة دي محتاجة تتدقق شوية عندك يا سيد حسن.